السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة النهاردة. هنحل محافظة الجيزة من كتاب الامتحان والأضواء. تعالوا مع بعض نبدأ بأول سؤال، وهو سؤال التعبير. وزي ما تعودنا بنكتب في ورقة الإجابة أولا التعبير، السؤال الأول اللي هو التعبير الوظيفي. في الامتحان بيقول اكتب برقية تدعو فيها صديقك لزيارة معلم سياحي بمصر. في ورقة الإجابة أول حاجة بعملها المربع بتاع البرقية، واكتب فوق المرسل إليه وعنوانه، وتحت المرسل وعنوانه. ده مهم جدا وأهم من البرقية نفسها اللي انت هتكتبها. والجزء بقى اللي في النص بكتب الحاجة اللي هو طلبها مني، لو تهنئة لو عزاء لو دعوة. هنا بيقول تدعو صديقك لزيارة معلم سياحي، يبقى أقول له أدعوك لزيارة، واختار أي معلم سياحي. بما اننا بنحل محافظة الجيزة يبقى هقول له ادعوك لزيارة الاهرامات والاستمتاع بجمالها. وبكده يبقى انا خدت برضو الدرجة النهائية في التعبير الوظيفي. اتنين التعبير الابداعي. والتعبير الابداعي بيجيب لي موضوعين اختار منهم واحد. الموضوع الاول بيقول ان في حوار بينك وبين احد الزملاء حول المقارنة بين العمل في وظيفة حكومية والعمل الحر في مشروع من المشروعات الصغيرة. والموضوع الثاني بيقولك اكتب قصة بتنتهي بهذه العبارة، وهكذا أثبتت الأيام أن الإعاقة الجسدية لا تمثل عائقا أمام النجاح والتفوق. اختار أي موضوع منهم، ولو اخترت موضوع المشروعات الصغيرة ده هتستعين بالدرس اللي انت درسته السنة دي وهتقدر تكتب بسهولة جدا. وزي برضو ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت في محافظة القاهرة وقلنا علشان تاخد درجة التعبير كاملة التعبير الإبداعي لازم تقسم الموضوع لأفكار، لازم تكتب مقدمة، لازم تستشهد. أهم حاجة مهم جدا انك تستشهد بآية قرآنية أو بيت شعر أو بحديث، وفي الآخر لازم تعمل خاتمة بنصيحة أو بحكمة لها علاقة برضو بالموضوع اللي بتتكلم عنه. خلصنا التعبير، خلصنا اولا صفحة جديدة، ونكتب ثانيا القراءة. القراءة اول حاجة بيجي لك قراءة متحررة المحتوى، يعني بيجي لك قطعة من خارج المنهج بتقرأها كويس جدا وبتحل الاسئلة اللي موجودة على القطعة دي، والاسئلة دي بتكون سهلة، المعاني بتكون سهلة، والاسئلة المقالية بتكون موجودة في القطعة او لها علاقة بالقطعة. اقرأ القطعة كويس جدا الاول وجاوب على الاسئلة. السؤال الاول معنى ترسيخ. ترسيخ أسس العيش المشترك، ترسيخ يعني تثبيت، ومضاد الكراهية المحبة. السؤال الثاني صح أو غلط. أسس العيش المشترك بين البشر جميعا بتقوم على السلام والتكامل الحضاري. لو قرأنا القطعة هنفهم أن العبارة دي صحيحة. اثنين معاني الرحمة وفك كرب المكروبين وإغاثة الملهوف ليست من المعاني الحضارية، لا دي عبارة خاطئة. جيم الدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، وضح ذلك لأن مهمة الدين البناء للهدم والإصلاح للإفساد، ونزود برضو من خلال قراءتك للقطعة. اثنين ماذا يمكن أن يحدث إذا رسخت أسس التكامل الحضاري بين دول العالم؟ هنقول سيعيش العالم في سلام ويسود الأمن والأمان. تعالوا بقى نتكلم بقى في المهم في منهجنا. السؤال الخامس من قصة طموح جارية. شد خط نكتب سين خمسة من قصة طموح جارية. ألف في ضوء فهمك لأحداث القصة تخير الإجابة الصحيحة. واحد تكونت جمعيتان سريتان لمناهضة الفرنج. الجمعيتين اللي تكونوا اللي كانوا ضد الفرنج كانوا في القاهرة ودمشق، ولا القاهرة وحلب، ولا فلسطين وعمان، ولا دمشق وحلب؟ برافو، الإجابة الصحيحة إن الجمعيتين دول كانوا في القاهرة ودمشق. يبقى نكتب رقم السؤال واحد ونقول له القاهرة ودمشق. نكتب ألف لان السؤال الف متقسم لواحد واتنين، يبقى اقول له الف واحد كذا واتنين كذا. رقم اتنين تقربت شجرة الضر للشعب المصري بالقوة المفرطة، المعاملة الحسنة، النسب الشريف، الدهاء العظيم. نكتب رقم اتنين ونقول له تقربت شجرة الضر للشعب المصري بايه؟ برافو، بالمعاملة الحسنة. خلصنا الف، ناخد باء. علل يعني بما تفسر، يعني اذكر السبب، يعني وضح. واحد ليه أمر الصالح إسماعيل باعتقال الشيخ العز بن عبد السلام؟ أمر باعتقاله لأن جهر بالفتوى، قالها على العلن يعني، جهر بالفتوى على منبر الجامع الأموي وقال إن الملك الذي أباح بيع السلاح آثم وخارج عن الملة. مين الملك ده؟ اللي هو الصالح إسماعيل، علشان كده اعتقله وبعد كده أفرج عنه خوفا من ثورة أنصاره. اتنين علل برضو اصرار نجم الدين على ان يحضر المعركة على راس جيشه. ليه نجم الدين كان مصمم ومصر ان هو يحضر المعركة؟ نكتب برضو فرقة الاجابة رقم اتنين ليشهد النصر العظيم. نجم الدين كان يريد ان يحضر هذا النصر العظيم وينال شرف قتل لويس التاسع ملك فرنسا.
خلصنا ألف وب ناخد جيم. بما أوصى نجم الدين شجرة الضر قبل وفاته، وصاها بإيه؟ وصاها بعدم الجزع، وصاها بالصبر والنهوض برسالتها وحماية الوطن. يبقى احنا كده في ثانيان القراءة جاوبنا على القراءة متحررة المحتوى، وجاوبنا على طموح جارية. تعالوا بقى نجاوب على دروس القراءة. والسؤال اللي جاي من درس الحياة دقائق وثوان، جايب لك درسين هتختار منهم واحد، وزي ما تعودنا احنا قلنا في الامتحان بنحل الاثنين لان بيتحسب لك في الامتحان الدرجة الافضل. نفتح صفحة جديدة ونكتب السؤال السادس من موضوع الحياة دقائق وثوان. نقرأ برضو الفكرة كويس جدا. يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي عن وسائل للترفيه والتسلية لكي يقتلوا بها اوقاتهم، ولا يدرون أن حياة الإنسان تقاس بهذا الوقت، وأن الثانية من عمر الوقت قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة. تخير الإجابة الصحيحة. ده ألف. رقم واحد، معنى تنجز تنهي، تأخذ، تمنع، تسلب. تنجز يعني تنهي وتتم، يبقى نختار تنهي. ومضاد كلمة يدرون ولا يدرون، يدرون يعني يعلمون، يبقى عكسها إيه؟ يجحدون، يغفلون، يجهلون، يرفضون. مضاد يدرون يجهلون. يبقى فرقة الإجابة بنقول له ألف واحد إجابتها كذا، واثنين إجابتها كذا، والرقم ونخلي ورقة إجابتنا منظمة. السؤال اللي بعد كده برضو على نفس الدرس بيقول رقم باء، عما يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي. كما فهمت هتلاقيها موجودة في القطعة، لو رجعت للقطعة هتلاقي الفكرة بتقول يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي عن وسائل للترفيه والتسلية، وليه؟ لكي يقتلوا بها أوقاتهم. يبقى الإجابة موجودة في الفكرة، يبقى نقول له فرقة الإجابة بيبحث بعض الناس عن وسائل للترفيه والتسلية، وهو بيقول لنا في السؤال مع التعليل هنقول له لكي يقتلوا بها أوقاتهم. جيم، علل يعني بما تفسر، يعني إيه السبب؟ رقم واحد، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الإجابة هنكتب رقم جيم واحد، لأن بالتفكر يستطيع الإنسان أن يصل إلى دقائق المعرفة والإعجاز الإلهي في الصنع. اتنين في جيم، علل أهمية استغلال وقت الفراغ فيما يفيد. هنقول له لأن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لإنجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. السؤال الثاني من القراءة من موضوع فالق الحب والنوى. نشد خط ونكتب السؤال السابع من موضوع فالق الحب والنوى. ده اختر يا مستر، المفروض نختار سؤال، احنا قلنا بنجاوب على الاثنين. السؤال السابع من موضوع فالق الحب والنوى، نقرأ برضو الفكرة كويس جدا. وكذلك تتفجر نواة التمر عن عملاقة من النخل ترفع رأسها لتبلغ ما بلغته الأبراج العالية، لولا أن هذه الأبراج البشرية مصمتة الصخر لا فعل لها ولا تفاعل. ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، معنى تتفجر، تتشقق، تتسلق، تتقدم، تتعلق. تتفجر يعني تتشقق، تتشقق نواة التمر عن عملاقة من النخل. اثنين، مضاد مصمتة، الأبراج البشرية مصمتة الصخر، عكس مصمتة محدبة، مقعرة، مجوفة، مسطحة. مضاد كلمة مصمتة مجوفة. يبقى فرقة الإجابة نكتب ألف واحد، معنى تتفجر تتشقق. اثنين، مضاد مصمتة مجوفة. باء، كيف تتجلى قدرة الله في تفجر نواة التمر؟ كما فهمت من الفقرة السابقة هنقول له ان تتجلى قدرة الله في تفجر نواة التمر انها تطرح لنا كل عام عراجين مثقلة بثمارها. جيم، علل واحد، الأبراج البشرية لا فعل لها ولا تفاعل لأنها مصمتة الصخر، فالأبراج البشرية جامدة لا حياة فيها ولا تنمو ولا تثمر. السؤال جيم، علل رقم اثنين بما تفسر، حبة القمح خزانة لطاقة جبارة. هنقول له إن حبة القمح خزان طاقة جبارة لأنها عندما تتوفر لها الظروف المناسبة ومعاها مشيئة الله تتفتح عنقود حي ينتهي إلى حمل من سنابل القمح. وبكده يبقى احنا جاوبنا على أسئلة القراءة. تعالوا مع بعض بقى نجاوب على النصوص. صفحة جديدة، نكتب ثالثا النصوص، وأول نص ده إجباري من نص استعن بالله. السؤال الثامن ده إجباري من نص استعن بالله، وفي سؤالين في النصوص بيبقى اختياري بتختار منهم واحد، وزي ما تعودنا بنجاوب برضو في الامتحان على السؤالين. السؤال الثامن نقرأ كويس جدا الفكرة اللي موجودة في الامتحان. عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
ألف، تخير الإجابة الصحيحة. المقصود بكلمات نصائح، لافتات، شعارات، مقالات. بيقول له إني أعلمك كلمات، يقصد بكلمة كلمات يعني نصائح. اتنين، مضاد يحفظك، احفظ الله يحفظك. يحفظك عكسها، يعاقبك، يقبحك، يهينك، يهملك. عكس يحفظك يهملك. يبقى في ورقة الإجابة نقول له ألف، واحد، المقصود بكلمات نصائح. اتنين، مضاد يحفظك يهملك. ب، ذكر الحديث الشريف أداب التوكل على الله، وضح. هتشرح برضو الحديث، هنقول له من أداب التوكل على الله أن تحفظ الله بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه والإيمان بالقضاء والقدر وأن الخير والشر بيد الله. جيم، أكمل ما يلي. ما الجمال في إني أعلمك كلمات؟ إني أعلمك كلمات ده أسلوب مؤكد بإن، أداة التوكيد إن، وده أسلوب مؤكد لجذب الانتباه والتركيز، وبيدل على حرص النبي على تعليم الناشئة. رقم جيم اتنين، استخدام فعل الأمر في قوله احفظ، اسأل، استعن، بيفيد، ده بيفيد النصح والإرشاد والحض والحث على التزام الأمر والتزام النصيحة. السؤال اللي بعد كده برضو من نص استعن بالله، رقم دال، بيقول النفع والضر بيد الله وحده الذي كتب مقادير كل شيء. هات مما حفظت من الحديث الشريف مما يتفق والمعنى السابق. يعني هتسمع الحديث هتقول الكلام اللي بيدل على المعنى ده من الحديث، يعني لازم تكون حافظ الحديث الشريف. هنقول له هنسمع، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبكده يبقى احنا جاوبنا على النص الإجباري. تعالوا مع بعض بقى نجاوب على النصوص الاختياري، واحنا ما عندناش اختياري، هنجاوب برضو على النصين. السؤال التاسع من نص خلال كريمة، صفحة جديدة، ونكتب السؤال التاسع من نص خلال كريمة، ونقرأ برضو الفكرة كويس جدا. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. تخير الإجابة الصحيحة. واحد، مرادف اصطفاك، اختارك ولا احترمك ولا امتدحك ولا اعانك. اصطفاك يعني اختارك. اتنين، جمع خليقة، خلقان، اخلاق، مخلوقات، خلائق، جمع خليقة خلائق. يبقى نقول له كده الف رقم واحد، مرادف اصطفاك اختارك، وجمع خليقة خلائق. ب، لكل منا نصيب وحظ في الدنيا، وضح ذلك من فهمك للابيات. الإجابة هنقول له إن لكل منا نصيب، هذا حظه المال وهذا حظه العلم وهذا حظه مكارم الأخلاق. السؤال اتنين في باء، من صاحب الحظ الأوفر في رأيك؟ معللا لما تقول، يعني أذكر السبب. من صاحب الحظ الأوفر؟ الذي رزق مكارم الأخلاق، الذي رزق بالأخلاق الحسنة. لمعلل السبب، لأن العلم والمال لا ينفعان وحدهما بدون الأخلاق الحسنة. جيم، ما الجمال في قول الشاعر رزقت خليقة محمودة؟ ده هنا بيشبه الأخلاق الحسنة بالرزق، والفعل رزق ده مبني للمجهول للعلم بالفاعل، من الرازق؟ الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني في جيم، المال والإملاق، ما الجمال في الجمع بين الكلمتين؟ المال، الإملاق اللي هو الفقر، يبقى المال والفقر بينهما، برافو، تضاد. يبقى نقوله بينهما تضاد، يؤكد المعنى ويوضح. نشد خط، نحل السؤال العاشر برضو من نص حب الوطن، نقرأ، بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيمي، ومن تؤويه دار فيجحد بفضلها، يكن حيوانا فوقه كل أعجمي. تخير الإجابة الصحيحة. واحد، مرادف تؤويه، تؤويه يعني تضمه، تعرفه، تشكره، تجالسه، تؤويه يعني تضمه. اثنين، مضاد يمجدها، يلوثها، يكرهها، يقبحها، يحقرها، يمجدها يعني يعظمها، يبقى برافو، مضادها يحقرها. باء، واحد، يؤكد الشاعر حبه لبلده، وضح ذلك من خلال فهمك للأبيات. الإجابة هنقول له إن الشاعر يحب بلده ويعظمها ويدعو لها ويعترف بفضلها. اثنين في باء، من المقصود بالحيوان الأعجمي؟ معلل لما تقول، يعني أذكر السبب. من المقصود بالحيوان الأعجم؟ الذي ينكر فضله وطنه.
معلل لما تقول؟ هنقول له إن الدليل إن الطير عندما يضمه عشه ويحتضنه يغني فرحا وسعادة. السؤال اللي بعد كده جيم، ما الجمال في قول الشاعر هواها في لساني؟ ده تعبير بيدل على استمرار الحديث عن بلده وحبي لها. 2، لا يحب والحب، ما الجمال في الجمع بين الكلمتين؟ الحب ولا يحب دول عكس بعض، يبقى بينهما تضاد. نقول له بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. يبقى احنا كده حلينا النصوص، فاضل النحو. في نص السطر نكتب رابعا النحو ونكتب ألف الإعراب. قطعة النحو أول سؤال بيجي لك أعرب ما تحت الخط، يبقى نقول له الإعراب ونكتب الكلمات اللي أنا عايز أعربها ونعمل جدول أقول له الكلمة وإعرابها. أول كلمة أحد، أبنائي ده أسلوب نداء وأبنائي دي منادى. لا يرتاب أحد، يرتاب دي الفعل، من اللي هيرتاب؟ أحد، يبقى دي الفاعل، يبقى أعرب كلمة أحد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. لا يرتاب أحد في أن التعليم هو الدواء الشافي لكل ما يعانيه أي مجتمع من تأخر وتخلف، فهو المصباح الذي ينير العقول. ينير العقول دي جملة فعلية، ينير دي الفعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، العقول دي مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح. الذي ينير العقول ويهذب الأخلاق، ويجب أن يقترن التعليم بالتربية الصحيحة لأنها المكمل لدوره في بناء المجتمع الصالح، في بناء المجتمع الصالح. المجتمع معرفة والصالح معرفة، وصفنا المجتمع بأنه صالح، يبقى كلمة الصالح دي نعت للمجتمع. طب المجتمع نعرفها ايه؟ دي مضاف اليه من كلمة بناء، مضاف اليه مجرور بالكسرة، يبقى كلمة الصالح نعت مجرور وعلامة جر الكسرة. في بناء المجتمع الصالح ورقية، فاحرصوا على التمسك بها حتى تصبحوا نافعين لأنفسكم. تصبحوا دي من أخوات كان، فعل ناسخ، وواو الجماعة ده ضمير متصل مبني في محل رفع اسم تصبح، ونافعين دي خبر تصبح، هنعربها خبر تصبح منصوب وعلامة نصب الياء لأنها جمع مذكر سالم. تصبحوا نافعين لأنفسكم، بنائين لوطنكم، أعرب ما تحته خط، خلاص جاوبناها. نكتب باء الاستخراج، استخرج اسم فاعل لفعل غير ثلاثي، وبين طريقة صياغته. اسم الفاعل من الثلاثي بيكون على وزن فاعل، من غير الثلاثي يعني لو الفعل أكتر من ثلاث حروف بأجيب المضارع وأقلب حرف المضارعة من مضمومة وكسر ما قبل آخره. هنلاحظ أن في القطعة كلمة المكمل لاسم فاعل من فعل غير ثلاثي، من الفعل كمل، الميم مشددة، يبقى أربع حروف. بنجيب المضارع يبقى يكمل، نقلب حرف المضارعة ميم، حرف المضارعة اللي هو الياء، نقلبها ميم مضمومة ونكسر ما قبل آخره، يبقى مكمل اللي هي موجودة في القطعة، المكمل لدوره في بناء المجتمع. 2، في الاستخراج استخرج اسم آلة واعربه. هنلاحظ هنا في القطعة كلمة المصباح دي اسم آلة، ولما نيجي نعربه فهو المصباح هو دي ضمير منفصل، وكل الضمائر المنفصلة متكلم ومخاطب وغائب بتكون في محل رفع مبتدأ، واللي بعدها بيعرب خبر، يبقى المصباح هنعربها خبر مرفوع وعلامة رفع الضم. رقم 3، في الاستخراج استخرج اسم مكان واذكر فعله. اسم زمان أو مكان من الثلاثي بيكون على وزن مفعل أو مفعل، ومن غير الثلاثي زي ما بنجيب اسم المفعول، يعني في كل الحالات لازم يكون أوله ميم. هنلاقي في القطعة كلمة مجتمع لأنها المكمل لدوره في بناء المجتمع. مجتمع دي اسم مكان من الفعل، هو طالب بيقولك اذكر فعله، نقول له من الفعل اجتمع، وده فعل غير ثلاثي جبناه ازاي؟ بطريقة اسم المفعول، جبنا المضارع يجتمع، نقلب حرف المضارع ميم ونفتح ما قبل آخره، يبقى مجتمع في بناء المجتمع الصالح. رقم 4، في الاستخراج استخرج صيغة مبالغة وزنها. لما نيجي نستخرج صيغة مبالغة لازم تكون على وزن من الأوزان اللي احنا حافظينها، مقوال كذاب حذر، والله غفور رحيم، مفعال فعال فعل، فعول فعيل. هلاقي في القطعة كلمة بناء، بناء على وزن فعال، يبقى بنائين دي صيغة مبالغة على وزن فعالين، أو ممكن أقول له بناء على وزن فعال. واحنا عارفين ان صيغة المبالغة بتفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث. رقم جيم، في قطعة النحو اجب بما هو مطلوب بين القوسين، يستجاب دعاء المخلص. هات اسم المفعول من الفعل يستجاب، اسم المفعول نجيب المضارع، هي مضارع اصلا يستجاب، نقلب حرف المضارعة ميم مضمومة يبقى مستجاب، وفتح ما قبل اخره هتبقى مستجاب، يبقى نقول له دعاء المؤمن مستجاب. 2، المجتهد أولى بالنجاح من المهمل. فين اسم التفضيل؟
حدد اسم التفضيل والمفضل عليه. المجتهد أولى، فين اسم التفضيل؟ بيكون على وزن أفعل، يبقى أولى دي اسم التفضيل. وفين المفضل عليه؟ المجتهد دي المفضل، فين المفضل عليه؟ المهمل. يبقى نقول له اسم التفضيل أولى والمفضل عليه كلمة المهمل. السؤال اللي بعد كده في قطعة النحو دال، صوب الخطأ النحوي. نكتب تابع النحو ونكتب رقم السؤال، السؤال 11، ونكتب دال ونكتب رقم 1. دال صوب الخطأ. 1، المؤمن ساعي في الخير. كلمة ساع هنا دي نكرة ومرفوعة، يبقى مينفعش أقول ساع، يبقى لازم الياء تتحذف. أقول المؤمن ساع في الخير، أحذف الياء وعوض عنها بتنوين بالكسر. 2، في التصويب، الأرض في الربيع أخضر من الشتاء. إحنا عارفين من شروط الفعل اللي يصاغ منه اسم التفضيل بطريقة مباشرة إن ما يكونش الوصف منه على وزن أفعل فعلاء زي أخضر خضراء، يبقى ما ينفعش أجيب منه اسم التفضيل بطريقة مباشرة، لازم أقول أكثر خضرة، أجيب فعل مساعد وأجيب المصدر الصريح من أخضر خضرة اللي هي المفعول المطلق، يبقى أقول الأرض في الربيع أكثر خضرة من الشتاء. ها، في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة الدواء؟ نكشف عنها في مادة الدال مع الواو مع الياء. خلصنا كده النحو. خلي بالك بقى في الخط، لازم تكتب خط نسخ وخط رقعة. خط النسخ زي اللي مكتوب قدامك في الامتحان، ننقلها زي ما هي بالظبط. من مقومات النجاح في الحياة التفاؤل والصبر. الرقعة، لاحظ بقى الفرق كده ما بين خط النسخ والرقعة، وركز كويس جدا وانت بتكتب خط الرقعة علشان ما نخسرش درجات الخط. واخر حاجة في الامتحان الاملاء، اكتب ما يملى عليك. وبكده يبقى احنا خلصنا حل امتحان محافظة الجيزة. بتمنى اكون قدرت اساعدكم، بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.